أهلا بكم في سبوت نيوز. أعلن مسؤول إماراتي كبير أن بلاده سحبت قواتها الموجودة في اليمن ضمن خطة إعادة انتشار، عازيا هذا القرار إلى أسباب استراتيجية وتكتيكية. وأضاف المسؤول الإماراتي الذي رفض الكشف عن اسمه أن أبو ظبي تعمل على الانتقال من استراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أولا، وقال أن هناك انخفاضا في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة غربا وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى. مسؤول عسكري في حكومة الرئيس عبد ربة منصور هادي قال إن الإمارات أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلمته قبل أيام لقوات يمنية وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة، موضحا أن القوات الإماراتية لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية. بدوره أكد الناطق باسم قوات الحراك الثوري الجنوبي محمد النعماني أنه لا يوجد انسحاب للقوات الإماراتية بل إعادة توزيع إلى معسكرات بالساحل اليمني، مشيرا إلى أن الإمارات تريد إجراء تغيير ديموغرافي في شبوة وعدد من المحافظات الجنوبية، لافتا إلى وجود تنسيق وتبادل للأدوار بين السعودية والإمارات، الأمر الذي رآه مراقبون أن هذا الإجراء بناء على توجيهات مركزية من قيادة التحالف العربي وتنفيذا لخطة عسكرية مرتقبة.